مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. اليوم وصلنا إلى واحد من بين أكبر القصور والحصون بأوروبا، قصر كاركاسون بالجنوب الغربي لفرنسا. من هنا سنحكي لكم العديد من الروايات. في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. الرحلة تبدأ الآن بقصر كاركاسون هنا بفرنسا. سيتي كاركاسون، اول انطباع انك راك في فيلم هاري بوتر، لانه القصر كما نشوفه في الفيلم. دارو هنايا ومن بعد ندخل ان شاء الله. هنا ما تخلصش، سي غراتوي. نو ادخل غراتوي. غراتوي تا بلان دو ريستو، تا بلان دو بوتيك، سي بيان. لا سيتي او قصر كاركاسون، واحد من بين المزارات المشهورة في فرنسا وفي هذه المدينة التي تعتبر مدينة سياحية بالدرجة الأولى. أصدقائي، الدخول إلى هذه المدينة هي محاطة بأسوار، أسوار كبيرة جدا. يبلغ طول الأسوار حول هذه المدينة حوالي 3 كيلومتر، أسوار كبيرة وشاهقة بزاف. والدخول مجاني إلى مدينة كاركاسون أو لا سيتي، المدينة القديمة في هذه المقاطعة الفرنسية كاركاسون، اللي موقعها جميل جدا، تبعد حوالي ساعة من الزمن عن تولوز و3 ساعات شمال برشلونة، مدينة برشلونة بإسبانيا. لحظة الدخول كان هذا الجسر، جسر مربوط بسلاسل وكأنك في الأفلام التاريخية. ومدخل المدينة في محلات على اليمين مباشرة فيه أوفيس دو توريزم، توريزم أوفيس، اللي يحب أنه يدي أفكار ولا يدي مسارات سياحية يعرفهم كيفاش. هنا مدخل لا سيتي كاركاسون. عجبكم هذا الذرع؟ هذا كانوا يلبسوه زمان. بما أنه المكان تاريخي حتى أنه يبيعوا فيه سيوف. حتى نتكلم قليلا عن هذا القصر، قصر كاركاسون. هذا القصر بني سنة 1245 ميلادية، واعتبر من بين أقوى الحصون آنذاك. لما له من حماية كبيرة، حيث يبلغ عدد أو طول الأسوار حوالي 3 كيلومترات، ويوجد به 50 برجا يحاط بهذا القصر لحماية السكان آنذاك وحماية الإمارة التي كانت هنا في تلك الفترة. مدينة سياحية. عشاق الحلوى كاين كلش. جو كل الحلوى، كل انواع الحلوى، كاندي. باقي شويه الحلوى اللي شريناها، وكاين بزاف محلات. هذا محل واحد اخر ثاني يبيع نفس الحلوى. والله لما نتحرك داخل هذا القصر لا سيتي بكنكاسور، تستذكر اللي شافوا مسلسل قيامة أرطغرل، لما كان يروح يحارب كهنة المعبد وكان يغير عليهم على القصر نتاعهم. نفس المباني، نفس الأشكال، كانت في حروب صليبية
وكانوا المسلمين لما يديروا فتوحات إسلامية يغزون هذه الأماكن وهذه القصور وهذه القلاع، حتى وتحصيناتها كبيرة، حتى ولو حمايتها كبيرة وجيشها كبير، لكن قوة المسلمين آنذاك كانت تمكنهم من دخول إلى هذه القصور بذكاء وبحنكة وبقوة الجيوش الإسلامية آنذاك. فنفس الشيء، شوف أنك داخل القصور وهذه في هذه الساحات ولا من زمان كانت هنايا أسواق للسكان الأصليين اللي كانت هذه هي مباني تاعهم. قفة هذه بالجزائر، قفة تاع الحلفة. المقاهي والمطاعم منتشرة في جميع الأماكن هنا في كاركاسون، مطاعم جميلة وليتيراس دائما، ثقافة فرنسية. مدينة محصنة بالكامل، تتخيل كيفاش كانوا عايشين الناس في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر ميلادي في هذه المنطقة، والتخوف اللي كان عندهم من الحروب ومن الغزوات اللي جيهم من الإمارات والممالك المجاورة. هنا لما تشوف هذا المكان تشوف ربما القوة اللي كانوا فيها هذاك الوقت، وقوة المدن كانت تقاس بقدرة تحصينها. وهذه الأماكن، تشوف هذا الحصن اللي فوق شحال كبير، وهذه الأماكن اللي كانوا فيها العديد من الفتحات على طول الأسوار في الخارج اللي كانت تستعمل للمراقبة وكذلك لوضع المحاربين والحراس. شوفوا في فتحات كثيرة، واحدة هنا، الثانية هنا، كانوا يوقفوا الحراس زمان هنا ويراقبوا كل القادمين إلى مدينة كركاسونا. وعندك إطلالة لأن القصر جاي في أعلى المدينة، عندك إطلالة مفتوحة واسعة لكيلومترات عديدة، ما فيش حتى جبال تحجب الرؤية عن الحراس اللي كاين موجودين كذلك الفوق هنايا على مستوى الحصون. حي قديم جدا هنايا داخل الله، Rue du Moulin d'Avar. في فرنسا وفي مختلف الدول الأوروبية هي اللي تستقطب السواح. محل يبيع كل شيء خاص بالصابون، كل شيء حتى هذا ال صابون واغ. هذا صابون مارسيليا، معروف صابون مارسيل. شوف يتباع كي الفرماج. شوفوا هذه قطعة صابون تباع عن طريق قطع صغيرة، قطعة 100 غرام ب 1.30 يورو. وفي الهدايا كذلك، هدايا صابون كل الأنواع كل الألوان. Et c'est du savon aussi ? Oui, des copeaux de pour laver le linge dans la machine à laver. Dans la machine à laver, tout à fait. Ah. 40 grammes pour un cycle de lavage. D'accord. هذا هذا الصابون يندر في الماشينة لافي الداخل باش يعطي ريحة شابة ونقية ما شاء الله. Voilà. أورو 40 غرام. Plan tactile du château pour les aveugles, non? Ah oui, là? Oui. Ah, ah là, pour les aveugles. Oui. L'écriture هذا حتى يعطوا أهمية للناس اللي ما يشوفوش. بتقنية البغاي. Oui.
بغا يقدر يقرا. لو بلان دو لا سيتي ici. شوف حتى طريقة الهبوط معقد جدا هذا القصر. سي فيرمي لا. اللي مغلقة. مكان آخر. أصدقائي وصلنا إلى نهاية فلوغ بقصر أو حصن كاركاسون بالجنوب الفرنسي. في الأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، اتركوا لنا تعليقاتكم عما وجدتموه في هذا القصر، هل أعجبكم أم لا. سعيد بمشاركتكم في القناة ومتابعة كل جديدي عن الحلقات الماضية في جولتي في أوروبا، ما عليكم سوى متابعة الفيديوهات أو متابعة هذا الرابط هنا لمشاهدة فيديوهات أخرى جميلة عن رحلتي في أوروبا. تهلوا في روحكم وفي والديكم. السلام عليكم.